استمرارا لجهود وزارة الداخلية في التصدي لكافة الجرائم لا سيما الجرائم التموينية بشتى صورها، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 25 طن ملح طعام مجهولة المصدر. قام مالك مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالإسكندرية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول، كما نجحت في ضبط قرابة 45 طن مواد غذائية بدون مستندات مجهولة المصدر داخل مخزنين بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة. تم حجب هذه الكمية عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء، وتمكنت الإدارة من ضبط نحو 85 طن أقماح مستوردة مجهولة المصدر ودقيق داخل عبوات عليها علامات تجارية غير مسجلة بحوزة المسؤول عن مطحن بدون ترخيص لطحن الأقماح بالجيزة. وضبطت الإدارة قرابة 3 أطنان أقماح محلية محظور تداولها لاستخدامها في إنتاج الأعلاف الحيوانية. واستمرارا لجهود الإدارة في مواجهة جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت من ضبط قرابة 99 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها بالأقصر والقاهرة والبحيرة والقليوبية والمنوفية، وضبط 80 طن فول غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول عن شركة لتعبئة الحاصلات الزراعية بالبحيرة. ونجحت الإدارة في ضبط نحو 12 طن مسلي وزيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مخزن للصناعات الغذائية بالمنوفية. وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 11 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وتمثل ضرراً على الثروة الحيوانية بالشرقية والمنوفية وقنا، وضبط أكثر من 16 طن أعلاف حيوانية وداجنة منتهية الصلاحية بحوزة مسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية بالجيزة. كما تمكنت الإدارة من ضبط 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ببني سويف والمنوفية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من ورائها. الإدارة تمكنت من ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية ببني سويف، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. وتمكنت الإدارة من ضبط 92 طن مواد بناء غير معلن عن أسعارها خلال حملات أمنية شنتها بالمنوفية والإسكندرية والقاهرة، تم تخزين هذه الكمية لبيعها بأزيد من السعر المتداول. وضبط 15 طن منظفات صناعية منتهية الصلاحية بحوزة مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية بالمنوفية. كما تمكنت الإدارة من ضبط 150 طن حبيبات بلاستيكية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالمنوفية.